الله. الله. معناته انا بصور اول ما اركب، بصور بعد شوية بعد كم متر، بس اتصور ان المويه كثيره زي ذيك المره. هو الحصان لما يكون مطر طاقه ثم تركبه فجأة وظهره كان رب رابص او رطب، يمشي بحركه كانه معاق هذا من البراد ومن المويه والرطوبه والمويه تحته، يعني كثيره المناقع اللي تحته، يمشي مشي حذر. فاول ما تركب الحصان في الاوضاع هذه لا تنشغل في الامور اللي تعملها انت تمارين زي التوقيف والرجوع الخلف واللفات وغيره، اصلا اللي قاعد يسويه هو تمرين بيحاول يندفع ردك له، يعتبر كاع ورجوع للخلف، بيحاول يغير اتجاه ردك له عن تغيير اتجاه يعتبر توجيه، بيحاول يندفع تهديدك له يعتبر اختبار سرعة، بيحاول يحرن أو يكن أو يوقف تحريك له يعتبر اختبار سرعة وقس على ذلك. فطالما أن اللي قاعد يصير أصلا يعتبر تمرين، لا تنشغل بالتمارين الأخرى، بيعطيك مفيد طبعا بس ما له معنى أنك تسوي شيء متعود عليه عادة وتدرب عليه وانت قدامك شيء أهم وأصعب. يعني نقطة مهمة ذكرتها هذيك مرة مع الحصان الثاني عمر، كان لما تركب الحصان بشكل مو مستمر يعني يوميا، مرة هو مرة ثاني مرة يرتاح إلى آخره، ثم تركبه وبعد راحة كم يوم ووضع زي كده براد ومطر وربوش، مو بس طاقة زايدة، طاقة زايدة ووضع حتى لو ما في طاقة بترجع الطاقة، يعني لو تركبه يوميا ركبته بوضع زي هذا حاسك ما كنت تركبه في طاقة وفوضى زي هذا، ومع ذلك اللي حاصل إرضاء زايد مو حجران زايد، متوقع دوم في انطلاق بحوسة حاصل إرضاء زايد، رجوع اليد زايد. عدم خوفك قبل شيء من المويه كلها، نشوف الجروح دي يخاف منها ولا اقل من العاده، عاده يخاف من الجروح دي ولا يخاف من المويه او ممكن ترموها، يخاف من المويه اكثر من الجروح او العصا. كعب المويه المنطقه دي اللي حدثت الحين، هذه اول مره في يمكن كم سنه تمتلي بالشكل هذا، المكان ضيق وعتم ما يستمر الماء فيها.